الأب والأم شخصيات رئيسية في رواية كل واحد فينا. طبعاً. كان دورهم أثروا عليك بالسلب ولا بالإيجاب؟ لا، إيجابي جداً. الاثنين كان دورهم إيجابي جداً جداً. أبويا في وقت كنت فاكره سلبي، لغاية ما هذا لسه بنقول بقى عدلته بطريقتي خليته إيجابي. لأنه أنا كان عندي دايماً إحساس داخلي نتيجة لأنه، وده فهمته لما كبرت، إن أبويا من نوع البني آدمين اللي ما بيعرفش يبين مشاعر، مش معناه إنه ما عندوش مشاعر. بس ودول نوع بجد يعني تشفيقي عليهم يعني. انت فهمته وقبلته وسامحته؟ وسامحته طب. انا فهمته بعد ما مات، فهمته من وصيه كتبها. انا كان عندي التساؤل هو بيحبني ولا لا طول الوقت، فلقيت اولا هو كان عارف متاكد انه هيموت، لانه ابويا مات موتة يعني اي حد يتمناها، يعني ابويا مات في الحج. وانا وقتها حتى انا اول مره اقول الكلام ده، فكره ان انا كنت حاسس، عارف، حصل لي لخبطه في دماغي. هو انا مش المفروض ان انا علاقتي بالراجل ده، كان عندي انا علاقتي مش لطيفه، كان مش المفروض ان الراجل ده يبقى شرير يعني بمنطق أيوة. المسرح بقى اللي احنا أيوة. بنتكلم فيه ده الفيلن اللي في حياتي اللي لخبط لي حاجات كتيره، واللي كنت عايز يبقى محتاج له في وقت من الاوقات وهو ما كانش موجود. وبعدين وطول الوقت عندي السؤال، بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، لغايه ما لما سافر خلاص، وهو كان متاكد انه مش راجع، كان في مشهد تراجيدي كده بيني وبينه جدا، ليله سفره غريب، كان مشهد غريب يعني. قالها لي مثلا 5-6 مرات، لو ما رجعتش تفتح الجواب ده تقراه، لو ما رجعتش تجيب مفتاح السبير بتاع عربيتي مش عارف ايه، لو ما رجعتش. فالدرجة وهو ماشي انا حاسس انه بيختفي في النور، بيتلاشى كده. لا، وقلت ده ليه علاقه بان هو الليله اللي قبلها قعد يقول لي لو ما رجعتش لو ما رجعتش، بس لقيت روحي بقول هو مش راجع ولا ايه كده وهله يعني. ورجعت بعدها المعهد، خلاص كنت انا في معهد السينما وقتها، فهو كان كاتب جواب لا يفتح الا في حاله وفاتي بواسطه ابني الوحيد تامر حبيب كده، ومش يعني ايه يعني. وانت ما اخذت الجواب لقيت الظرف مكتوب عليه كده، مكتوب عليه كده، وهو شايل الجواب في شنطه ادالي ارقامها، حفظني ارقامها، شنطه سامسونج. مش مخون خالص يعني، الراجل زي الفل الحمد لله. المهم ما فيش 4-5 ايام جالنا التليفون، ابوك توفى. فاول حاجه رحت فتحت الجواب، لقيت الاجابه على كل اسئلتي في ورقه فلسفيه. وحياه ربنا، ده واحد بيعشقني عشق، عارفه اظبط كل الحاجات، لم كل مش عارف ارصدته في البنوك وحطها في حساب واحد وعمل بيه شيك كتبه باسمي، اللي هو انا مش هدور وراه حتى ولا هتعب في حاجه ليها علاقه بالتركات ولا الوراثه ولا بتاع. وبيوصيني والامنيات اللي هو بيتمناها لي، وكان طول الوقت الحياه شكلها عكس كده يعني. انا لما خدت قرار ان انا اشفت كارير يعني، خلاص انا كنت خريج كليه تجاره وبشتغل ومحاسب وبتاع، وفجاه انا بحب السينما وعايز اكمل سينما، فرحت قلت له انا هدخل معهد سينما من اول وجديد. ده كانت ثوره هستيريه منه، وفي شرعي مين هفضل اصرف عليك لغايه ما يبقى عندك 30 سنه ومحسسني ان انا هفشل فشل ذريع. وقعد سنه مقاطعني ما بيكلمنيش، وبعدين بقينا الحمد لله ان اخر سنه دي بقينا اصحاب انا وهو يعني. هو ما كانش عارف يبقى ابويا لانه مش قادر، هو اتس نوت مش موجود عنده، بس عرف يبقى صاحبي، عرفنا نبقى اصحاب في اخر سنه دي. وعرفت بعد ما مات ان هو كان اسعد واحد بالقرار ده، بس هو لابس لي الوش التاني ده، خايف لاكون مش قد المسؤوليه دي، وفي نفس الوقت سعيد بجرأتي ان انا بعمل كده. بس الحقيقه ان الحاجات دي كلها فضلت يعني ايه، انا بنفكر اكتر حاجه لما قريت الجواب طبعا يعني ايه، حياتي كان بيجيب اخر طبعا الدنيا منهار طبعا. بس طبعاً ورقه يعني، هو ده اللي كان مجنني في الموضوع. انا من بس ريحته بالظبط كده، بس يعني في الاخر انا كنت عايز حبك انت. بس ودي حاجه بقى بتعلمك انت بعد كده، فكره انه والنبي اي حد بيحب اي حد يبين له انه بيحبه قوي طول الوقت. فانا فاكر مره كنت راكب جنبه وعملنا حادثه خفيفه يعني بسيطه كده. فاول حاجه لما اتخبط ما بصش لاي حاجه، بص لي قال لي انت كويس؟ الله دي حلوه، دي طلعت منك من غير ما تقصد يعني، دي انا عايز من ده بقى. وكانت بقول لك هي علاقه، حتى ده اللي بيخليكي لما بتقعدي تذاكري انك بتفكري كده. ان انا مره عملت عمليه وخارج وانا لسه تحت تاثير البنج، وانا امي بقى ديني ومعبدي وحبيبتي وصاحبتي وعايش معاها، يعني انا مدين، لو كنت وصلت لاي حاجه في الدنيا هو انا مدين للست دي. فوانا خارج تحت هلوسه البنج، اول حاجه قلتها بابي فين؟ سالت عليه هو ما سالش عليها هي، وانا في البنج وهو كان موجود، فقال لي انا اهو، رحت ماسك ايده بايسها. فبيحكوا لي ان هو راح داخل البلكونه عيط، ايه ما احنا مش قاعدين على المسرح بقى، تعالى اديكي ميلو دراما يعني. لكن الحقيقه ان انا لو الشغال مش العقل الباطن اللي شغال عقل الوي، انا ما كنتش بمسك ايده وابوسها، وهو ما كانش هيعيط. ففي حاجه في العلاقه بتخليكي تعيدي التفكير في كل حاجه بعد كده. الحاجه دي
في علاقتك انت ووالدك بس ولا في علاقه ناس كتير ببعض؟ لا هي عشان كده بقيت بتكتب منها وبتكتب عنها بالظبط. انا يعني دكتور نفساني مره قال لي، من احد الدكاتره النفسيين اللي رحت لهم، قال لي انت مشكلتك انك بتركز في قرايه ما بين السطور لغايه انك ساعات ما بتشوفش السطور، ممكن ما يبقاش في حاجه بس انا طول الوقت عندي هو فلان ده قال كده لانه اكيد يبقى فيه كده. واظن ليه علاقه بالمهنه كمان بشغلانتي، انك لازم تحللي شخصيتك كويس قوي قبل ما تعرفي تكتبيها.